زين، وبستخدم بعد اللي هو روب الزبادي بعد ما خلص. طبعا هذه تسوونها وتخلونها تنقع لمدة 6 إلى 7 ساعات، ويفضل انها تكون في الثلاجة. بهذه الطريقة راح تتغلغل النكهة بالداخل. جميل. واخر شيء بنضيف اللي هو الروب الزبادي. طبعا حلو. الزبادي يعطي قوام حلو. طب اذا ناخذ مقادير هذا الطبق، ولو يظهر معنا الحين على الشاشة، بحيث كل سيدة قاعدة تتابعنا الحين بإمكانها أن تطبق هذا الطبق لفطور أو على مائدة فطور اليوم، حتظهر معنا المقادير. طبق سهل جدا وجديد. بالنسبة للوصفة المبدئية، نحتاج إلى أفخاذ الدجاج. جميل. ونحتاج معها الزبادي ونحتاج للزيت النباتي. جميل. بعطيكم الوصفة الحين حقت نقع الدجاج، اللي هي الفلفل الأسود المجروش، الملح والسماق والكركم والفلفل الحار، مسحوق الكركم الحار. هذه كلها موجودة على الشاشة. هذه كلها موجودة على الشاشة، بس المقادير بتاعت النقع هي اللي تكون مهمة على أساس تاخذ وقت في الثلاجة. جميل. طبعا بعد ما نجهزها ناخذها وندخلها على الفرن لدرجة حرارة 200 لمدة 20 إلى 25 دقيقة. طبعا عندي وصفة في الفرن تجهز بما يقارب 5 دقائق، بوريكم إياها وإن شاء الله بتكون جميلة. بس الآن ننتقل للوصفة الثانية. نروح للوصفة الثانية اللي هي وصفة السلطة. طبعاً بعطيكم مقاديرها الحين. خس طبيعي. سيزر سلطة اليوم راح تعد لنا. طيب. طبعاً وهذا طماط الشيري الصغار بنستخدمه لأجل الديكور. وهذه سلطة الرانش. بالنسبة للي ما يعرفون يجهزون سلطة الرانش، تراها بسيطة جدا. ما راح تحتاج غير مايونيز وسمك الأنشوئة وشوي من الخل الأبيض وجبنة بارميزان. طبعا هذه كلها تخلط في الخلاط، وبهذه الطريقة عندكم سلطة السيزر سلط جاهزة تضيفونها على طول. السلطة كثير مرغوبة يعني في البيوت، لذيذة جدا. وتحتاج بعد إلى صدور الدجاج. صحيح. سواء تكون مشوية قلب على الوجه فقط، جبنة البرمزان أو جبنة البرمزان من فوق على الوجه. نعم، تعطينا منظر شكل. طبعا بضيف الخس الطبيعي. طبعا معروف سلطة السيزر أغلبها الخس. طماطم الشيري قطع بالنص. حلو، نوزعه كذا بشكل فعلا على بشكل عشوائي، لان باقي نخلطها الان مع السيزر، ونحتاج نضيف عليها كمان اللي هو صدور الدجاج. طبعا هذه سلطة الرانش انا مجهزها. حلو. ونخلط المقادير. طيب عبارة عن ايش هذا الصوص مرة ثانية شيخ؟ الصوص عبارة عن مثل ما انتم شايفين مايونيز، ثم نضيف عليه شوي من الخل الابيض. حلو. ثم نضيف جبنه البارميزان. واخر شيء اللي هو سمك الانشوئه. طبعا سمك الانشوئه اللي هو الصغار اللي يجي مثل السردين. نعم، هذا بيعطي نكهه ايضا في هذا الطبق. بيعطي نكهه، هو اللي يعطي للصوص النكهه القويه. هو اللي بيعطي للصوص السيزر سلطه. طبعا والصوص اختياري، بامكانكم تضيفونه بكثره او بكميه بسيطه. حلو. حسب الرغبة. جميل. والآن طبعا مجهز معها أنا كوريتون على أساس أحطه مع الوصفة. جميل. هذا كمان بيعطينا شكل حلو وطعم لذيذ أيضا. فعلا الكوريتون عبارة عن خبز التوست، تقطعونه بشكل اختياري، مثلثات، مربعات، معينات، وتحطون عليه شوية زيت وتدهنونه بزعتر اللي هو أوراق الزعتر، وتدخلونه للفرن حد ما يتغير لونه، وبحيث ما يتغير لونه خلاص يكون عندكم ورق كوريتون جاهز. جميل. طيب يا شيف، أنت لما تعد هذا الطبق سلطة السيزر، أكيد رح نبدأ حوارنا مع دكتورة إجلال عن موضوع ضغط الدم. كثير مشاهدينا من الدراسات أكدت علاقة الغذاء الوثيقة جدا بارتفاع أو حتى بهبوط ضغط الدم، مثل ما قلت مواضيع أو تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع، واللي عندهم طبعا هذا المرض راح يستفيدوا إن شاء الله من خلال كلام الدكتورة إجلال. دكتورة، يعني الغذاء له علاقة وثيقة جدا بضغط الدم، إيش برأيك الأغذية اللي ممكن تسوي ارتفاع في ضغط الدم أو حتى هبوط في ضغط الدم؟ شوفي، هو ضغط الدم احنا نبغى نعرف ايش هو ضغط الدم عشان الناس بس تعرف. هو انقباض في الشرايين، بحيث انه يزيد ارتفاع الدم
ضخه للدماغ، فهذا يسبب الصداع ويسبب بعض التغير في التنفس. هذا يكون عادة عن يكون وراثي أو يكون بأسباب أمراض مصاحبة زي أمراض مرض السكر، أمراض الكلى، وكمان يكون ناتج عن السمنة المفرطة، لها أثر كبير في ارتفاع ضغط الدم. طبعا هو له أشياء كثيرة تأثر عليه، الحالة النفسية، الجهد العالي، كلها هذه تؤدي، خاصة إذا كان الإنسان عنده قابلية وعنده جينات وراثية إنه هي تسبب هذا الارتفاع. نعم. وخطورته تيجي إنه هو يشتغل على الدورة، الجهاز الدموي الدوري، فتأثر على القلب وعلى عضلة القلب، وإذا ارتفع في فترة طويلة من الزمن من غير انتباه ومن غير أخذ العلاجات الطبية ومن غير مراجعة الطبيب ومن غير مراجعة أخصائي التغذية، احتمال إنها كمان تأثر على الكلى وتسبب فشل كلوي. هو دكتورة يعني من هذا المرض خلنا نقول بيقولوا له الصامت، اللي القاتل، القاتل اللي أعراضه بتظهر يعني الواحد ما بيشعر فيها، فأنت بتقولي مشكلة لو كان على مدى بعيد ومدى طويل جدا أنه بيأثر على صحة الإنسان. كيف ممكن الواحد يشعر فيه؟ زي ما قلت لك في البداية، هو يعني ممكن الشيء الطارئ له أنه الإنسان يحس بصداع شديد، هذا إحدى، يحس بدوخة، لكن شيء ثاني ما يمكن نحس به إلا إذا كان قاس يعني الجهاز الضغط أو ذهب للطبيب. إذا مهم جدا وجود هذا الجهاز، لأن مثل ما ذكرتي الصداع ممكن أي بني آدم يشعر فيه. الصداع له أسباب كثيرة ومتعددة، أيضا الدوخة ممكن يكون لها أسباب أخرى، فهذول مو كافيين يعني الواحد يعرف. فهو أفضل شيء إنه إذا كان الواحد عنده عنده وراثة أو عنده وراثة من أمراض القلب أو كذا، فلازم يراجع للطبيب. جميل. والشيء الثاني إذا تكررت عنده الأعراض هذه، طبعا أثبتت كل الدراسات أنه موجود حوالي 7 مليون نسمة مصابين في الضغط في العالم، وكمان الدراسات هذه أثبتت وقالت أنه الإنسان في كثير من الأغذية والحياة والحياة الغذائية للإنسان. نعم. وطريقة اللايف ستايل حقة البني آدم بتأثر كثير على ضغط الدم وعلى انخفاضه. نعم. فوجدوا العلماء أنه إذا الإنسان قلل، طبعا أنت عارفة أنه اللي يسبب ضغط الدم هو ارتفاع الصوديوم. الصوديوم موجود في كثير من الأغذية، ونحن عادة دائما نلجأ للأملاح، للملح. أيوة. للملح. نعم. العادي. الملح العادي. أيوة. بس هو الصوديوم موجود في كثير من الأغذية تبعتنا، ومريض الضغط وخاصة الآن في رمضان ممكن يأخذها هو ما يعرف إنه هذه الأشياء ممكن تضره. يعني ممكن يبتعد عن الملح بينما يأخذ أغذية ثانية موجود فيها. موجود فيها الصوديوم فيرتفع عنده. يرتفع عنده الضغط. أثبتت الدراسات في الجمعية الأمريكية لأمراض القلب، قالوا إذا الإنسان نزل نسبة الصوديوم إلى 3 جرام في اليوم تقل نسبة الإصابة بالسكتات القلبية بنسبة 10%، وإذا قللها بنسبة والإصابة بنفس التضخم في القلب بيقل بنسبة تقريبا 13%. جميل. إذن هنا نرجع للسؤال الأول اللي طرحته عليك، اللي هو علاقة الغذاء، طبعا له علاقة وطيدة جدا بارتفاع ضغط الدم. إيش الأغذية اللي إحنا لازم نختارها اللي ما يكون فيها الصوديوم؟ شوفي، لازم الواحد يقلل، يكثر أول شيء من الخضروات عامة. الخضروات جدا مفيدة، والفواكه، وفي خضار وفواكه جدا مناسبة، زي عندك مثلا عصير الأناناس، عندك عصير الكيوي. الآن نحن في رمضان والكثير من الصائمين يحبوا يشربوا سوائل، وزي ما تكلمنا أمس عن الجفاف، فإذا كانت أخذوا عصير الكيوي أو عصير الأناناس، عصير الجوافة، الخوخ،
فهذه كلها تساعد على انخفاض ضغط الدم. كمان إنها غنية بالبوتاسيوم، إذا كان صار في توازن بين أخذ الصوديوم والبوتاسيوم وارتفع البوتاسيوم في الدم أعلى من الصوديوم، هذا يسبب ارتخاء في نفس الشرايين ويساعد على انخفاض ضغط الدم. جميل. جميل جدا. أيضا في توجد بعض الأغذية زي عندك اللحوم البيضاء زي الدجاج، ممكن لو زي الطبق اليوم اللي بيتكلم عليه الشيف الكباب، الكباب اللي بيعمله. وأيضا هو أنا شفته استخدم كمان في التتبيلة تبعته، حط السماق وما شفته حط كثير صوديوم، فهذا كثير يعطي طعم وممكن يرفع القيمة الغذائية لنفس الكباب ويرفع نسبة البوتاسيوم فيه، وذلك يؤدي لانخفاض الصوديوم وبكده يؤدي لانخفاض ضغط الدم. ممتاز. هذه أغذية ضرورية ومهمة جدا يحافظ فيها. طب خليني أرجع للشيف مرة ثانية ونشوف طبق السيزر كمان صحي أعتقد، يعني ما في أي خلاف لو تناوله مريض ضغط الدم في هذه الحالة. يا هو كمان عامل في السيزر سالاد كمان حاطط فيها اللبن، ولو نحن استخدمنا اللبن يكون قليل الدسم كمان جدا ممتاز، لأنه يساعد كثير على انه انخفاض ضغط الدم، لانه يكون منزوع من الفات ويكون الفات فيه جدا قليل. وايضا انا شفته كمان بيحط الخلطه تبعته بيحط فيها مايونيز وبيحط فيها الانشوءه وبيحط فيها قليل من الملح، فنحن لو استعدنا عن الملح اللي هو حاطه بشويه من املاح البوتاسيوم، هي نفسها تنباع في البقالات اسمها أبلاح البوتاسيوم. جميل. وأضاف عليها الأنشوة اللي هو بيحطها لأنه فيها شوية من الأسماك وفيها من الأوميجا، فتكون مفيدة، فتكون جدا مفيدة وكون تساعد كثير على انخفاض ضغط الدم. ممتاز. طيب يا شيف إيش صار بسلطة السيزر؟ انتهت سلطة السيزر؟ جاهزة، بس أوريكم إياها تجهيز نهائي. تجهيز. الآن ننتقل للحلى. ننتقل لطبق الحلى. أحتاج لتر حليب ونصف كاس كريمة الطبخ، والرز يكون رز مصري ويكون منقوع له أقل شيء نصف ساعة على أساس يستوي مع الشعرية، والشعرية ممكن ندخلها في الفرن تأخذ لون، ممكن تطبخونها بهذه الطريقة. جميل. بس إذا أخذت لون يكون شكلها أحسن. نضيف الحليب أول شيء لتر كامل، طبعا عند الخضار حارة، ثم نضيف عليها الكريمة نصف الكمية، والنصف الثاني أحطه بعد ما تجهز الوصفة. والسكر اختياري، ممكن تحطون سكر خفيف، ممكن تحطون عليها روح الفانيليا أو روح الموز، ممكن بعد موية الزهرة. ثم أضيف الرز، أبغى طبعا يبدأ الحليب يحتر والرز داخله لانه مستوي الان تقريبا نص استوى، مش متشرب المويه يعني انا قاعده اشوف هذا الطبق رز بالشعريه المتعارف عليه اللي الكل بتناوله، لكن الحين قلبته طبق حلى باضافه السكر والحليب. سهل جدا وما ياخذ وقت فعلا. جميل. طبعا الشعريه بنتظر شوي لمده 5 دقائق بعدين اضيفها الوصفه. طيب لو نحن استخدمنا في الطبق تبعك للناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم ويكون اوزانهم زايده، فنحن بدل ما نستخدم الحليب كامل الدسم فينا نستخدم ممكن حليب منزوع الدسم، وفينا نستخدم بدال السكر العادي نستخدم أي أنواع من المحليات الصناعية نضيفه عليه، وهو حاطط الشعيرية والرز، فهذه ممكن نحطها نحن بكمية مناسبة بحيث أنها هي تساعد على انخفاض يعني تقليل الوزن، وبذلك تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. فمريض ضغط الدم أو المريض اللي عنده زيادة في السمنة اللي بتؤدي لضغط الدم إنه ما ينحرم، ما يحرم نفسه، ممكن يأكله في النهاية. فإن إحنا بتعديلات بسيطة من الطبخة اللي عامل لنا هي الشيف فينا نحن نعملها زي كده يعني. أكيد بيتناول. جميل. الحين حتتركها كم تقريبا يا شيف؟ تقريبا أول ما يبدأ الحليب بدنا يغلي أضيف السكر، يعني بعد دقيقتين تقريبا أضيف السكر وأضيف عليه الشعرية. حلو. وأتركها لحد ما الشعرية تأخذ حجمها الطبيعي. أي. أنها استوت. وأخذها، وممكن تتقدم باردة ممكن تتقدم حارة. حلو. طيب دكتورة، يعني ذكرتي أنه كثير من الأغذية اللي ذكرتيها ممكن تسوي هبوط، طبعا هنا المقادير طالعة معنا على الشاشة اللي هو الحلى، حلو طبق الرز مع الشعيرية،
هذه هي المقادير اللي هي واحد كوب من الأرز المصري، كوب ونصف شعيرية، وأيضا نصف كوب من الشعيرية، نصف كوب من الشعيرية، كوب ونصف من الرز المصري، نعم، وعلبة حليب كامل الدسم، وسكر أيضا نصف كوب، وكريمة عندنا في النهاية، طبعا الكريمة حسب الرغبة. طيب دكتورة، يعني أنت ذكرتي في خلال حديثك أنه معظم الأغذية اللي ذكرتيها بتعمل هبوط، يعني ضغط الدم أو بتنزل ضغط الدم. طب اللي عنده هبوط في ضغط الدم أساسا، شوفي، هبوط ضغط الدم هو له أسباب. طبعا في ناس يكون الهبوط عندهم وراثي، زي ما هو الارتفاع وراثي، الهبوط وراثي، بس أيضا الهبوط له أشياء أخرى. ممكن ينصاب الإنسان في فترة الصيام، يكون عنده غثيان، يكون عنده الله يكرمك، يكون عنده إسهال، فهذا أو الإسهال هو الأساس، لأنه فقد في السوائل. أيوة. أيضا زي ما تكلمنا أمس أنه الإنسان ما يشرب كمية سوائل كافية، فكمان تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. فهذا الانخفاض يأثر على، زي ما هو الارتفاع مضر وخطير، الانخفاض أيضا مضر وخطير. في بعض الأغذية اللي تساعد على ارتفاع ضغط الدم، مثل إيش هذه الأغذية؟ فهي ما هيك، عشان ما يصير في شوية لخبطة في المعلومة، نفس الأغذية اللي تساعد على الارتفاع هي ممكن يأخذها الإنسان اللي عنده هبوط، انخفاض في ضغط الدم. زي عندنا العصير تبع العنب، ارتفاع كمية السوائل. نعم. ممكن يأخذ قطعة من البسكوت المالح، فهذه كلها تساعد على ارتفاع ضغط الدم. وأيضا الإنسان اللي يكون عنده أو عنده حالات من انخفاض ضغط الدم، طبعا هو عارف إيش هي حالته، فيحاول أنه يأخذ كميات سوائل كافية خلال فترة الإفطار اللي هي من المغرب علينا الصباح، عشان ما يصاب بالانخفاض خلال اليوم وهو صايم. أكيد دكتور. أنا أعرف يعني في حالة الهبوط المفاجئة، خلينا نقول يعني، أو حتى بتحصل للأشخاص العاديين أو حتى للحوامل، يعني بتحصل هبوط في ضغط الدم، أنا أعرف يركزوا على الموالح يعني أكثر شيء، أو كاس موية مع ملح، فإيش ممكن تقولي عن هذه المعلومة؟ شوفي، أنا ما أقدر أعطيهم اللي هم يسموها نورمال سلاين أو الأملاح المركزة اللي هي فيها الالتهاب، بس هي أفضل حاجة إنه يأخذ عصيرات مركزة فيها الصوديوم. الصوديوم يكون عالي، احنا عندنا العنب عالي الصوديوم، فالعنب، عصير التوت، مرط، يعني هذول يكونوا فيهم جميل، نسبة أملاح عالية. بعدين عصير البرتقال، بس ما يكتروا من عصير البرتقال، لأنه أيضا في بوتاسيوم، فممكن يعمل لهم شوية. لكن بالحالات مثلا اللي بتحصل، مثل ما قلت لك المفاجأة، يعني أحيانا بيحصل مثلا بالمول الوحدة مثلا تأخذ تكتر من العصير العنب، عصير وتاخذ قطعه بسكوت مالح، قطعه بسكوت مالحه هي حتفرق كثير معها لو هي كانت حست بهبوط. جميل. بس هي اهم حاجه ان هي ترفع كميه السوائل، لانه الدم سوائل، مويه، حتى لو اخذت مالح وما اخذت سوائل ما حيرتفع. جميل. فلازم ترفع كميه الفوليوم حق المويه اللي هي بتشربه يكون عالي، بس ما تشرب مويه لحالها لوحدها، لا، لازم تشرب عصائر. العصائر من اهمها عصير العنب، ممكن تاخذ 7 اب في صودا عالي، وفي بوتاسيوم، في صوديوم عالي كمان. جميل جدا. يعني سبحان الله كله بيلعب دور، يعني السوائل كما ذكرتي مهمه جدا بجانب الاغذيه ايضا. شيف، مشي الحال الحليب ولا لسه؟ لا، يعني دقائق بس على ما يبدا يفور، ونضيف الشعريه والسكر. طيب بذكر المشاهدين انت ايش اضفت بالضبط لل، اول شيء اضفنا الحليب اللي هو لتر حليب، قليل الدسم، كامل الدسم كله واحد، ثم نضيف عليها الرز المصري اللي هو كوب ونصف، يكون مغسل 5 مرات ومنقوع في المويه مده نص ساعه اقل شيء، بحيث يتشرب المويه. بعد ذلك اول ما يبدا الحليب بانه يغلي ويفور، اضيف عليها السكر والشعيريه. حلو. لمده 10 دقائق الى 7 دقائق، بحيث ان الشعيريه تاخذ حجمها الطبيعي وتستوي. ومثل ما قلت لكم، بإمكانكم أنكم تحمرونها على الصاج أو في الفرن، تأخذ لون وتحطونها.
بعد ما تستوي الشعريه بتكون الوصفه جاهزه وممكن تتقدم بارده او حاره. طب شايف هنا الشعريه، انت جايب الشعريه العاديه، في هي الشعريه البستانيه اللي احنا بنستخدمها، هي العاديه المعروفه نستخدمها في الحلا احيانا، الشعريه نفسها هي ما غيرها نفس الشعريه بعد اللي نستخدمها في الوجبات، وجبات الافطار. بس اعتقد هذه تختلف شوي ولا لا؟ هذيك تختلف بحيث ان يغيرون لونها للبني. صحيح، نغيره بنفس الطريقه هذه، بس الطريقة. انا افضل انها تكون طبيعيه. بالنسبه للون ممكن تستخدمون الزبيب للديكور او للطعم، فانيليا، روح الفراوله، روح الليمون، اي نكهه ممكن تحبونها. حلو، جميل جدا. طب دكتوره نرجع لك مره ثانيه والحديث عن مرضى ضغط الدم، سواء اللي عندهم ارتفاع في هذا الضغط او حتى هبوط. بالنسبه لوجبه السحور او حتى قبل فتره السحور، ايش اللي ممكن يركزوا عليه غير السوائل بالنسبه اللي عندهم ضغط الدم؟ شوفي، اول حاجه لازم يركزوا انهم هم ما ياخذوا منبهات كثيره، ما ياخذوا شاي وقهوه كثير، ما يحاولوا ياخذوا اشياء فيها دهون عاليه، يحاولوا يخففوا من الدهون. كل الدراسات اثبتت انه الانسان لو نقص من وزنه، كل كيلو ينقص من وزن الواحد ينزل بنسبه 10 دايستوليك من ضغط الدم. فانقاص الوزن جدا مهم، فيحاولوا يقللوا الدهون ويقللوا السعرات الحراريه تبعتهم عشان يساعدوا على ان هم ضغطهم يصير مناسب. جميل. يحاولوا بين الفطور والسحور يكثروا من اكل الفواكه، خاصه الفواكه الطازجه. يحاولوا ياخذوا اناناس، الاناناس جدا مفيد. جميل. مع الخوخ، مع المانجو، هذه الخلطه هذه جدا مفيده. بعدين ما نقفل عن الرياضه، الرياضة مهمة، الرياضة جداً، يعني جداً مهمة في الوضع الطبيعي، هي مهمة. فكيف اللي عندهم؟ أيوة، يعني فهي جداً مهمة الرياضة. فنحن عندنا الآن الحمد لله من علينا ربنا بصلاة القيام، وكمان صلاة القيام المساجد لما الواحد يطلع من بيته فيها ويمشي، فيها نشاط، وبيمشي وبيروح للمسجد. صحيح. وبيصلي، فهذه كلها الحركات مفيدة وتساعد كثير على انخفاض ضغط الدم، لأنه الحركة هذه نفسها يساعد على ارتخاء الشرايين، وبتتخى الشرايين والأوردة، في الدم نفسه يصير فيه يعني تتوسع، فالضغط ينزل. صحيح. هذا ما يصير فيه انقباضات عالية. ممتاز. ويرتفع. لازم المريض الضغط لازم يحط في حسابه يوميا لازم يمشي بين 35 إلى 45 دقيقة، لأنه يساعده هذا كثير على تنشيط الدورة الدموية، على إنقاص، نرجع لإنقاص الوزن. بس يحاول إنه ما يمشي في وقت النهار إلا إذا كان في مكان مغلق بارد، لأنه جونا جدا حار، أو إذا حاب يمشي على آخر النهار يكون يعني يكون قريب من المغرب. حلو. ما يمشي درجة الحرارة، درجة الحرارة، ويكون الوقت يعني خلاص من مجرد إنه هو ما انتهى ال 35 أو ال 45 دقيقة يكون وقت الإفطار. صحيح. جاء، في على طول يستعيل اللي هو نقصه من السوائل، يحتاج ان هو ياخذ. يعني اذا هذه تنصحي فيها، يكون الواحد اذا كان عنده ارتفاع في ضغط الدم يمشي قبل وقت الفطور، قبل اللي هيخسره على طول يعوضه عن بوجبه الفطور اللي هو. انا بشوف الاشخاص العاديين بيسووها، فكيف اللي عندهم ضغط الدم فمفيد؟ فهي التعويض يكون مو عن السعرات، يكون التعويض عن السوائل نفسها. يحاول ياخذ السوائل نفسها، يحاول لما يبدا يفطر ما يبدأ يفطر بالقهوة، عشان ما يصير عنده انقباض في الشرايين من الكافيين الموجود في القهوة. يحاول أنه يفطر بكاستين موية. جميل. قبل الأكل يأخذ معها قطعة التمر ويصلي ويرجع بعدين يكمل. جميل. لما يبدأ يكمل يحاول أنه الشوربة تكون الصوديوم فيها ما يزيد من 1 لـ 2، يعني تقريبا هو طول اليوم من 1 لـ 2 جرام صوديوم. نعم. هي عبارة عن ملعقة صغيرة. فأنا أنصح سيدات أو ربات البيوت اللي عندهم أحد يعاني من ضغط الدم إنها تحاول تخلي الملح في الأكل وهي بتطبخه أو بتعده يكون قليل، وبعد كده اللي يحب يضيف اللي حب شويه يزيد. لانه فعلا في ناس بتعمل لك يعني كميات الملح بتكون عاليه او مرتفعه جدا، فهذا بياثر اكيد كثير، حتى على الاشخاص العاديين ممكن ياثر، يعني ممكن ياثر. ايوه صحيح. وتقلل كثير من الاطعمه المقليه. جميل. لانها تاثر كثير على ضغط الدم.
وعلى ارتفاع الدهون كمان. فهذا كله يعني أشياء لازم الإنسان يحطها في عين الاعتبار خلال هذا الشهر الكريم، ويحاول إنه هو يعمل صلاة التراويح. ترى جدا مهمة لأنها تساعد كثير على تنشيط الخلايا الدموية. إذن بجانب الأغذية المهمة بجانب السوائل، الرياضة لها دور كبير، وكما ذكرت الأعمال اليومية بالنسبة أيضا للنشاط والحركة والذهاب للصلاة أيضا، سواء القيام أو حتى صلاة التراويح. في شيء كمان أبغى أضيفه، اللي هو إيش؟ يحاولوا أنه يخلوا لمريض الضغط يكون عنده وجبة أو يعني طبق غني بالبوتاسيوم، لأنه الطبق البوتاسيوم العالي يساعد كثير على أنه يخفض أو يعمل توازن بين الصوديوم اللي متاخد. فنحن نلاقي البوتاسيوم موجود في البطاطس عالي جدا، في الكويكر نفسه، في شوربة الكويكر موجود بوتاسيوم عالي، في الموز موجود أيضا. ممكن تخلي سلطة الفواكه تضيف عليها شوية موز، ممكن تعمل بطاطس بالصينية، وممكن تضيف البطاطس أو شوربة بطاطس كما ذكرتي، كلها مفيدة. كلها هذه مفيدة وتساعد كثير على أنه ضغط الدم ينزل، وأهم حاجة أنه هي تقلل الدهون على قدر المستطاع. حلو دكتورة، ايش ممكن تقولين عن الطماطم كمان؟ الطماطم أكيد مهمة جدا للشرايين وللقلب أيضا، ايش ممكن تقولين عنها؟ الطماطم جدا مفيدة، وخاصة مادة الليكوبين اللي موجودة في الطماطم. ايوه تحتوي الطماطم على نسبة عالية من البوتاسيوم، من الصوديوم كمان. حلو. فأنا ما ذكرتها لأنه فيها صوديوم عالي. فهي ما تتاخذ كثير. نعم. للناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، لأنه فيها صوديوم عالي. عشان كذا نحن نقول الناس اللي عندهم ضغط عالي ما نعطيهم كاتشب، ما نعطيهم كاتشب ما تحط ايوه، لكنها بالنسبه للاشخاص الاصحاء مفيده جدا خاصه في طبق السلطه. ايوه انا سالتك عشان في عندنا جوله احنا حنتعرف فيها على كيفيه حفظ الطماطم وانتقاء الطماطم الجيده، عشان كذا سالتك. مشاهدينا خلينا نروح مع هذه الجوله مع الشيف محمد قاسم ونشوف كيفيه اختيار الطماطم وطريقه حفظها ايضا، نشوف بعدها نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. النهارده برضو احنا متابعين حلقاتنا عن الخضار، متابعه الخضار وازاي ست البيت تقدر تختار الخضار بتاعها وتقدر تنسق بين الاشياء. احنا عندنا النهارده نتكلم عن الطماطم. الطماطم عنصر اساسي جدا في كل بيت في السعوديه او غير السعوديه. الطماطم زي ما انتم عارفين في نوعين، في نوع الطماطم الشمسي ونوع الطماطم المحميه. الطماطم الشمسيه والمحميه حسب اختلاف الوقت والمنطقه والمكان بتزرع وتم زرعها. الطماطم فيها فوائد كتيره جدا، وقبل ما اقول فوائدها احب اقول لكم ان الطماطم بيجي عليها وقت في السنه ان هي سعرها بيرتفع جدا، فانا عندي طريقه كويسه جدا ازاي نشتري الطماطم في موسم رخيص نقدر نعملها صلصه ونحطها كمخزون استراتيجي عندنا في البيت. الطماطم جبت صندوق، جبت اثنين، جبت ثلاثة، اغسلها كويس جدا وابدأ اقطعها تقطيع اي تقطيع. حلة كبيرة على النار فيها مية، انزل بالطماطم عليها وانزل بالثوم الحب عليها واسيبها تغلي لغاية لما المية تتأثر جدا. المية تبدأ مع الغليان يحصل لها ريديوسنج، تبدأ المية تنزل شوية بشوية بشوية، الطماطم تبدأ تتهري معايا، اسيبها تبرد تماما واخدها جزء جزء في قلب الخلاط، اضربها في الخلاط ضرب مبرح واحطها في الاكياس لغايه لما تديني المنسوب اللي انا عايز اشتغل بيه. بمعنى يعني انا هشتغل بكيلو طماطم كل يوم، فانا اقدر كميه الصلصه اللي انا هشتغل بيها واحفظها في الفريزر واشتغل بيها في وقت انا محتاج الطماطم فيها، اللي هي ارتفاع اسعار الطماطم. طبعا انتوا عارفين اسعار الطماطم مره تبقى بريالين مره تبقى ب15 ريال. فانا بتكلم ست البيت هنا النهارده لو عايزه تحفظي الطماطم في بيتك، قلنا على طريقه عمل الطماطم. الطماطم فيها عناصر غذائيه كتيره جدا، منها فيتامين سي وفيتامين اي، وفيها خصائص ان هي بتساعد على تنشيط الدوره الدمويه وبتساعد على
تقليل من الذبحات الصدرية ومن الضيق بالتنفس، وبتساعد برضو على تطهير القولون. الطماطم زي ما قلنا البذر بتاعها نحاول نتخلص منه أثناء العصير. لو أنا هطبخ طماطم ديلي أو بشكل يومي، بعد غسيل الطماطم وضربها في خلاط الضرب المبرح اللي قلت عليه، تصفى بمصفى كويس، لأن البذر اللي موجود جوه الطماطم لا يهضم، المعدة لا تستطيع أن تهضم بذر الطماطم. فلذلك أنا بشغل معدتي فترات طويلة جدا على حاجة ملهاش فايده او بتعود عليا بشكل كويس في عصير الطماطم. لكن احنا قلنا عصير الطماطم لازم نتخلص من البذر بتاعه كويس جدا، والطماطم موجوده في السوق في صيف وشتاء. لكن انا بحاول انصح ست البيت ان هي تشتريها في وقت ان هي يكون سعرها رخيص، وتعملها كعصير طماطم او صلصه طماطم وتسبكها كويس جدا وتسيبها تبرد، وقلنا على الطريقه، وتحفظها في الثلاجه لحين احتياجها ليها. وده كانت فكرتي النهارده عن الطماطم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا بيها، واشكركم. شكر للشيخ محمد قاسم على كل المعلومات القيمة اللي أعطانا إياها من خلال هذه المادة. نرجع مرة ثانية للشيخ تركي ونشوف إيش صار في طبق الحلا، حل الرز مع الشعيرية. إيش صار في يا شيخ؟ أنا قاعد أشوفك جوجة كباب قاعد تشتغل في تحضيره كمان. هذا الجوجة الكباب طبعا راح يكون بهذا الشكل. الديكور مستخدم شيء بسيط، ما ودي أكثر فيه. بالنسبة لسلطة السيزر، هذا هي استخدمت إضافة عليها اللي هو الكريتون، خبز التوست مثل ما علمتكم، نعطيه رشة زيت وشوي من بذور الزعتر وندخله في الفرن لدرجة أنه ياخذ لون بهذا الشكل. حلو. وراح يكون عندكم خبز كريتون روعة وشكله حلو. جميل. وبالنسبة للحلى، بدأ الحليب يفوح وبدأت مادة تشرب، وبضيف الحين الشعيرية. انت الحليب تركته على نار هادية؟ على نار هادية، ما ينفع نعلي النار على الحليب. هو المفروض انها تكون النار عالية على طول بحيث يستوي الوصفة يعني بسرعة، عادي ما يأثر على الحليب. الوصفة بعد ما تاخذ وقت في التجهيز، اضيف عليها فقط روح الفانيليا اللي هو رشة بسيطة فقط، تعطيها برضو طيب حلو في الفانيليا. فعلا رشة بسيطة جدا. حلو. بعد ما حركتها وأضيف السكر، السكر حسب الحاجة، وكل ما كان السكر بكميات قليلة كان أفضل للناس اللي السكر يسبب لهم مشاكل صحية. فبهذه الطريقة يكون عندكم وصفة حلوة. حلو. ونحركه وننتظر لحد ما يستوي ويجهز، ونحطه في الصحون، نحط عليه من فوق رشة كريمة، وإمكانكم بعد تحطون عليها مثل ما علمتكم أنواع النكهات. حلو. إذن يا شيف يعطيك العافية، يعني أنا قاعدة أشوف في تغيير في الأطباق، الواحدة دايما بتحتار مشاهدينا إيش تعد اليوم من طبق، وأيضا بالنسبة لطبق الحلا. هذه إحنا من خلال برنامجنا بنساعدكم حتى تعدوا أطباق بكل سهولة ويسر. دكتورة أجلال أرجع لك مرة ثانية، يعني ما شاء الله تكلمتي عن كل الأغذية المهمة والمناسبة وعلاقتها الوثيقة جدا بارتفاع وحتى هبوط ضغط الدم، لكن إيش ممكن تعطينا نصيحة يعني أخيرة للشخص العادي اللي ما عنده لا ارتفاع ولا هبوط، كيف ممكن يتجنب هذا المرض؟ شوفي، أهم حاجة لتجنب هذا المرض إنه يخفض الإنسان من وزنه. وزي ما أنت عارفة إنه نحن هنا عندنا في نسبة السمنة في المملكة وصلت إلى 65%. نعم صح. في يعني طبعا في أعمار مختلفة، فنحن لو عملنا على انخفاض الوزن ترى يساعد كثير على انخفاض تجنب ضغط الدم. أيضا ممارسة الرياضة يوميا سواء في رمضان أو غير رمضان، ما بين تقريبا 35 إلى 45 إذا وصلت 60 دقيقة. نعم. جدا ممتاز. أيضا تناول المشروبات اللي يكون فيها نسبة الصوديوم قليلة، تجنب المشروبات الغازية عامة لأنه نسبة الصوديوم فيها جدا عالية.
الابتعاد عن تناول كميات كبيرة من مادة الكافيين الموجودة في القهوة بأنواعها، سواء القهوة العربية أو القهوة الغير عربية، النسكافيه أو أي قهوة. والآن وجدت عندنا كثير من الكافيهات، صحيح، وكلها تقدم أنواع مختلفة من القهوة، والقهوة هذه تساعد كثير على ارتفاع ضغط الدم. يعني لها كم فنجان نقدر نقول بالنسبه اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم، كم فنجان يقدر ياخذ؟ على شوفي الفطور؟ لو تبغي الكلام الصحيح ولا شيء، ما حيقدر يعني، خفيفونه شويه. فهو لو بده ياخذ يعني واحد يعني عربي 1 كب، يحاول يتجنب النسكافيه لانه التحميص تبعه وفي مواد مؤكسدة كثيرة بتساعد كثير على الارتفاع. فالقهوة العربية أخف كثير من القهوة الناسكافيه وغيرها، يعني من القهوات تأثر كثير على الجسم. يأخذ فنجان واحد، فنجان أيوة واحد، هذا إذا كان عنده ارتفاع، يعني الضغط دائما عنده الواطي فوق التسعين، فوق التسعين، فوق التسعين، لأنه الضغط الطبيعي عندنا من 120 على 85، على 85 80. إذا نعم. كان متوسط يكون ما بين 125 إلى 100 تقريبا 125 135 على نعم. تقريبا 90 85، بس صح. إذا ارتفع فوق ال 95 صار 100 مثلا، الواطي هذا أيوة فوق ال 90، والعالي صار 170 180 ساعتها، فهنا الأجراس الحمراء كلها تدق، صح. فلازم ينتبه لأنه احتمال الله لا يقدر يسبب كثير الارتفاع هذا في ضغط الدم من السقطات القلبية، الجلطات فعلا، ويسبب الجلطات، يسبب الفشل الكلوي، يسبب له أعراض جدا وخيمة. وزي ما تفضلتي وقلتي في بداية الحلقة إنه هو القاتل الصامت، لأنه ما له أي إنذارات إنه في ضغط، وبعدين تجي فجأة السكتة، صح. وممكن من ارتفاع ضغط الدم أيضا سووا، يعني جاء على بالي إنه هو ممكن النزيف من الأنف، فهذا مؤشر كمان من مؤشر أيضا. عندنا نحن دائما نقول الشوكولاتة ما نأكلها عشان نسمن والشوكولاتة، بس الشوكولاتة جدا مفيدة للناس اللي يعانوا من ضغط الدم، لو أخذ يعني قطعة صغيرة يوميا تخفض، لأنها غنية جدا في البوتاسيوم، وترخي الشرايين، ترخي الشرايين وتساعد على هرمون الأدرينالين إنه هو يعطيك السعادة والسعادة، فهذا كثير يساعد على إنه ضغط الدم للإنسان إنه هو ينخفض عنده، خاصة للناس اللي يعانوا منه. أيضا أريد أن أنوه إنه في المشروم، شوربة المشروم الآن نحن في رمضان، شوربة الكوسة، شوربة القرع، سلطة البنجر، هذه كلها أشياء تساعد، مفيدة وتساعد كثير على الانخفاض لأنها غنية في البوتاسيوم. فنحن دائما نلاقي الأشياء اللي فيها عالية في البوتاسيوم واطية في الصوديوم، هي حلو. اللي تساعد على مفيدة جدا لمرضى ضغط الدم. أيوة مفيدة جدا، شربة الكوسة، البنجر، القرع، الكويكر كما ذكرت، أيوة كلها هذه جدا كلها مفيدة. نعم. ويحاولوا أن يأخذ كميات كافية من السوائل، وللناس اللي يعانوا من انخفاض زي ما قلنا في البداية إنه برضو يأخذ كميات كافية من السوائل، بس السوائل تكون غنية بالصوديوم، ممتاز، قليلة في البوتاسيوم، حلو، عكس تمام يعني. جميل. طبعا هذه الأغذية وهذه السوائل اللي يركز عليها هذا كله بجانب الدواء، يعني الدواء أيضا مهم جدا. شوفي تنعمل. طبعا أنا ما أقدر أتكلم عن العلاج، العلاج هذا شيء مفروغ منه، صحيح. اللي بياخذ الأغذية عن تساعد على انخفاض ضغط الدم، هذا اصلا ما يقدر يغيرها ولا يقدر يغير في اي نسب الا لما يرجع للطبيب تبعه، ما يقول انا اخذت اكل واخذت كذا لازم انا اغير، لا طبعا ما يقدر، كله باستشاره الطبيب، باستشاره الطبيب، لانه الادويه والعلاجات هذه محسوبه ومحسوبه بدقه وبعنايه، دراسات يعني مبنيه على دراسات كثير، ترى اذا الواحد جاء يوم اخذ دواء وثاني يوم وقف تأثر كثير على عضلة القلب. بالفعل، فإن شاء الله نتمنى كل اللي بيتابعونا يكون عندهم يعني ارتفاع في ضغط الدم، يكونوا استفادوا ويكونوا أكيد يعني ينتبهوا جدا ويحرصوا جدا على هذا الموضوع، أكيد نتمنى لهم كل شفاء. الحين شيف تركي أنا شفتك سكبت الطبق بالنسبة لطبق الرز بالشعرية. فعلا الطبق صار جاهز، وآخر لمسة اللي هي نضيف عليها
رشة كريمة من فوق. أنا بالنسبة للسماكة يا شيف، السماكة تكون عادية؟ السماكة تكون عادية، وإذا تحبونها بالشكل اللي تكون فيه باردة يفضل أنكم تخلون السماكة أقوى، تضيفون عليها ملعقة نشا أو نص ملعقة. حطيتين سماكة، تورينا سماكته كيف؟ إيه إن شاء الله. بالنسبة للسماكة وبالنسبة للطعم الحار بهذه الطريقة، سماكة الحليب العادية ما فيها يعني أي شيء. إذا حابين نسمك أكثر ممكن نضيف عليه شوية نشا وندخل الثلاجة. هذا السماكة تفضل بالنسبة للوصفة الباردة على أساس يكون متماسك ويكون بعد طعمه حلو. بس أنت كذا حنتناوله حار يعني؟ أي حار بالشكل هذا أفضل. حار تناوله، أنا حسيت بارد. فإن شاء الله تكون الصحبة اليوم عجبتكم. هذا لا يعطيك العافية، أكيد عجبنا. يعطيك العافية يا شيف، يعني أكيد على كل الأطباق الرائعة، طبق جوجة كباب وطبق سلطة سيزر أو سيزر سلاد، بالإضافة للأرز بشعرية، هو طبق الحلا. تسلم إيدك. الله يسلمكم، إن شاء الله يعجبكم الصحن. أكيد. بالعافية عليكم لي. وأيضا شكرا لك دكتورة إجدال الجلالي على كل المعلومات القيمة اللي عطتينا إياها، وأكيد عندك معلومات أخرى في حلقة ثانية إن شاء الله حتقدمي لنا. عن إيش غدا حنتكلم؟ عن زيادة الوزن. زيادة الوزن هذه مهمة جدا في رمضان. بكرة حلقة خاصة عن زيادة الوزن، كيف ممكن نتجنب؟ احنا نبغى هذا الشهر الفضيل تخس أوزاننا يا جماعة، إن شاء الله. خلونا أكيد مشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من أطباق اليوم وكل المعلومات اللي قدمناها في حلقة اليوم. بكرة حيتجدد اللقاء معنا ومعكم في أكلات. شكرا، إلى اللقاء.